سكوت على مكب من هالنوع لازم الناس تعرف وتسأل. سوري على الريح. لازم الناس تعرف وتسأل ليه السكوت؟ الساكتين قابضين وفي مصاري كتير وأنا مسؤولة عن كلامي، في مصاري كتير توزعت، باعوا صحة الناس 100 مليون نقر لعكار ليفتحوا مكب اسرار، الناس ما خلتهم تفتح، ما خلتهم يفتحوا، هونيك في معايير أفضل وبعيد عن الناس، ومكب تربته بتحمل أحسن عصارة زبالة وغيرها. هون شو عم بيصير؟ شو عم بيصير؟ طب مين مسؤول هون؟ هيدي النكبة البقية بدنا نوقفها. طب هيدي منطقة إلى نوابها وإلى مسؤولينا وإلى أحزابها وإلى سياسيينا. بدك إليك من قابض بالأسماء؟ ايه قولي. بتتجرأ ايه؟ بتجرأ قول مين قابض بالأسماء؟ بس مشكلتي الوحيدة اللي بتلقطي ولد صغير بيقلك من قابض وبيقلك 8 مليون هيدا ومليونين هيداك و25 مليون على 4 سنين وآخرين أطراف سكتوا.